يالله يا المطلوب علام الأسرار جل جلاله ما ترجيت غيره تجعل لنا عند المطالق الأخيار علم جميل وطيب ذكر وسيرة وتجعل مماشينا على درب الأبرار أهل التقى وأهل الوجيه السفيرة وعندي نصيحة يا أهل العلم العز والكار اللي بيوحيها تراها بريرة اعمل قبل ياخذك قصة في الأعمار لو طالت أيامك تراها قصيرة التوبة التوبة ترى الرب غفار يغفر ذنوب العبد لو هي كثيرة صل الفروض ناجي ربك بالأسحار حلال صعبة الأمور العسيرة واحرص على الطاعات ما كثر الأذكار تنجيك من نار انت لظى سعيرة ومع والدينك خليك الطايع البار من فاز برضاهم حياته يسيرة واوصيك يا مشكاي في حشمة الجار زلته لو كبرت فخلها صغيرة والضيف لا من جاك فش عمله النار وقدم له الواجب ولا تستشيره وخلك على زلة قرايبك صبار راعي الصبر يبشر بخير وخيرة واحذر تخاوي كل خايب وغدار بالك تحطه في النوايب ذخيرة خاوب لجن وقت اللي قاسف بتار تلقاه لاجات الأمور الكبيرة واختامها صلوا عدد وبل الأمطار على الذي بالحق كمل المسيرة.